الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من السنن العمرية التي كان عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي له سنة متبوعة كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. وقد كان من السنن العمرية التي كان يفعلها عمر رضي الله عنه وأرضاه في دعاء القنوت في صلاة التراويح الدعاء على الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ولعنهم في النصف من رمضان إلى نهاية الشهر. فهذه من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس، التي كان يفعلها عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة، وكان الصحابة يفعلونها، وكان السلف عليها، حتى نسيت هذه السنة إلا ما شاء الله. فإن من السنن أن يدعى على الكفار ويلعنوا في دعاء القنوت بعد النصف من شهر رمضان، كما ثبت ذلك عن عمر وعن الصحابة وعن السلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد بأس الكافرين، وأن يشتت شملهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، إنه ولي ذلك وقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.